كابتن سيف زاهر عضو مجلس اداره اتحاد الكوره، ماتش مصر وروسيا بكره توقعوا ماشي ازاي؟ ان شاء الله باذن الله المنتخب يبدا كويسه وتكون ان شاء الله باذن الله يكون صلاح موجود من بدايه المباراه وحقق نتائج جيده، معنويات لعيبه كويسه وعندهم روح كبيره جدا، وان شاء الله باذن الله نتعلم من اللي فات وربنا يكرمنا بكره ان شاء الله. حضرتك تتوقع ان الحضور الجماهيري الروسي هيبقى ضغط على لعيبه المنتخب؟ طبعا احنا عندنا عدد كبير جدا من الجمهور المصري هنا موجود دلوقتي، وطبعا الملعب كبير جدا كنا هناك من شويه وهيتقفل طبعا من الجمهور الروسي، بس اعتقد اللعيبه عندها خبره كثيره جدا، خبره كبيره جدا، ولعبت يعني في اجواء صعبه قبل كده. ممكن نحقق الانجاز بالنسبه لنا هنتاهل من دور المجموعات؟ والله نتمنى ان شاء الله باذن الله، يعني مباراه صعبه جدا بس نتمنى ان شاء الله باذن الله نتاهل. لو حضرتك توجه رساله للعيبه المنتخب تقول لهم ايه؟ قالهم يعني شايلين احلام 100 مليون مصري والشعب المصري كله بيدعي لكم بيقولوا يا رب واعملوا اللي عليكم والباقي على ربنا. لو حضرتك مكان كوبر تبدا بتشكيل مين؟ انا مش مكانه يعني المنتخب خلاص يعني شكله وهيكله بقى واضح دايما، مفيش تغيير كتير، ودي حاجه ميزه حقيقيه خاصه بالكوبر. ان شاء الله باذن الله يعني صلاح يكون موجود بكره والدنيا تمشي بشكل كويس ان شاء الله باذن الله. شكرا.